محكمة الجنايات القاهرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. يعني عبد المنعم أبو الفتوح تم إدراجه ضمن قوائم الإرهابيين، ده كان رئيس حزب شرعي اسمه مصر القوية. من يومين ثلاثة قلت للناس واتكلمت على الهواء انه في احزاب على اساس ديني، وفي احزاب على اساس ارهابي، وفي احزاب تم تشكيلها بشكل مريب لا تتوافق مع الدستور، لا تتوافق مع صحيح القانون، وقلنا ان المفروض يكون هناك فلتره وتطهير وتنقيه للاحزاب السياسيه الموجوده، وقلت الاحزاب بالاسم. اعتقد ان ما قلناه منذ يومين ثلاثه الان يعني بيثبت انه صحيح. عبد المنعم الفتوح ارهابي، محدش يقول لي ان هو، خلينا نسمي الاسماء بمسمياتها، ما ينفعش نسمي القط نقول عليه مشمش، هو القط قط. عبد المنعم الفتوح لا والله ده وجه معتدل من الارهابيين، وجه مقبول، بيلبس رابطه عنق، لا معمم، لا مش عارف جلابيته قصيره، لا ملتحي، لا ده حليق، كل دي اسماء ومسميات. مره اخرى وبمنتهى الدقه والوضوح والقوه، خصومتنا لا نهائية مع هذا التيار، لكن أبدا لن تكون مع الدين، ولم تكون مع الدين، لأنه من يربط بين هؤلاء والدين مخطئ، وليس مخطئ فقط إنما خطأ. لا تربطوا بين الدين كدين وبين هؤلاء الذين يتخذون من الدين ستارا وتجارة وسلما وربما طريق للوصول إلى أهداف في الغالب وفي بشكل عام أهداف دنيئة وبتصل إلى الوصول إلى السلطة. إجراءات منتظرة من لجنة شؤون الأحزاب، إجراءات صادمة وصارمة من لجنة شؤون الأحزاب. أنا تاني بقول 106 حزب، 106 حزب، وبعيد الكلام تاني ومحدش يزعل. قال لي يزعل يزعل، خلاص إحنا ناس كتير بتزعل مننا، لكن بنزعم وعزائنا الوحيد أننا بنقول ما نعتقد أنه صحيح.